النقطة دي. أنا عايز أسألك برضو على متطلبات الرياضة دي بصفة خاصة. إيه؟ هل بتعتمد على القوة البدنية ولا بتعتمد على السرعة والليونة والمرونة؟ بتعتمد على سرعة رد الفعل يعني؟ وخصوصا أنت، أنا مش عارف بتبقوا شايفين، أنتوا بتسموه إيه؟ القرص؟ القرص. القرص ده بتبقوا شايفينه إزاي بالحاجات اللي على راسكم يعني؟ إيه طلباتها؟ طيب، هو غير طبعا الفتنس العالي جدا، لازم اللاعب يكون على مستوى عالي من الفتنس وقوة بدنية طبعا، يقدر يقف على رجله، يقدر يستحمل، يقدر يبقى شايف حواليه الملعب، غير ان هو يبقى متأقلم مع اللبس، لان طبعا لازم يبقى لابس حماية من فوق، يعني من اول الخوذة لغاية الحامي للشست للشين جارد، كل ده طبعا. فلازم يبقى عنده الادابتيشن يعني مع الكلام ده كله.